بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن.